فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، تكلمنا في سنن الترمذي عن حق الزوج على زوجه، وهنا أيضا باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. قال في الباب عن ابن عباس وعائشة، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هنا في قول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، فجعل كمال الإيمان بحسن الخلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي إن أحبكم وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وجعل علامة حسن الخلق هو حسن العشرة، وعاشروهن بالمعروف. فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقد قال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. قال: وخياركم خياركم من أهله، وأنا خيركم من أهله، يعني خياركم أحسنكم خلقا مع نسائه، خياركم أحسنكم خلقا مع نسائه. فحسن الخلق يعرف هنا، فحسن العشرة وحسن العمل مع الزوجة هذا حسن الخلق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. في قوله وفي الباب عن عائشة أخرجه الترمذي، وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه مرفوعا: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية عن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتينا بفحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرحين، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطأن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، دلالة على أهميتها. قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية من الله لأنه وحي. ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، وخير الوصية بخير العمل، وخير العمل بحسن العشرة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق امرأتي علي؟ فقال: أن تطعمها من حيث طعمت، وأن تكسوها من حيث اكتسيت. قال: فإنهن عوان عندكم، أسيرات، يعني واجب عليك أن تحسن لمن أسرته، لأنها لا تذهب يمينا ولا يسارا إلا بأمرك، وأيضا فإنها تقدمك على أبيها وأمها وعمها وأخيها وابنها. لأن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. قال: إلا يأتينا فحشة مبينة،
فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. طبعا الفحشة هنا هو التعدي والإساءة، قد يكون من الفحشة أنها تعامله بالندية، ومن الفحشة إذا طلبها تأبى عليه. قال فهجرهن في المضارع، وفيها دلالة على الهجران، والهجران لا يكون إلا في البيت. أمين. فلا تهجر إلا في البيت. واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني هو ضرب تأديب لا ضرب انتقام، ضرب تأديب لا ضرب انتقام. وحقيقة الأمر المرأة لا تضرب، المرأة لا تضرب، يعني حسن العشرة مع حسن التعامل مع حسن تجاذب أطراف الحديث والعرض عرضا طيبا مهذبا مؤدبا تنصاع المرأة، لكن لا تضرب إلا من يعني قد أساءت الإساءة البالغة، وأيضا ضربها لا يكون انتقاما، ضربها يكون تأديبا تهذيبا. المرأة لا تضرب، هذا الأصل، الأصل أن المرأة لا تضرب. والهجران لا يكون إلا في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تهجر إلا في البيت، والهجران لا يكون إلا في البيت. كثير من لا يطبق الأمور الشرعية والجهل المتفشي فيهم يجعلهم يفعلون ذلك. يعني امرأة بتشتكي لي من زوجها، تقول أنا أكرهه كراهية هو لا يستطيع أن يستوعبها، أراه أما أرى وجهه يبقى أنا بموت. لما؟ لأنه كل ما يتكلم معها، كل ما يتعامل معها يضربها انتقاما، يكسر لها سنا، يعني يلوي لها عنقا. وهذا حقيقة الأمر، لا يمكن أن يكون هذا من الأدب ومن الإسلام من شيء. ولذلك قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المسألة هي كانت تهذيبا وتأديبا للطاعة، فسمعت وأطاعت فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا يجوز لك أن تسب وأن تجدع أو تضرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء، ثم قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا، يعني أدوا كل ذي حق حقا. الله يرحمه يحسن إليه، الله يرحمه يحسن إليه. فقال أما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، يعني ما يأذن في البيت إلا بمن أذنت، ولا يتعدين في ذلك، ولا يدخلن أحدا أنت لا تجد نفسك مرتاحا مع دخوله. وفي قوله فرشكم يدل دلالة واضحة أن الأمر برمته بأساس البيت على الرجل، لا ما يفعل النساء الآن والرجال، ويحسن إلى كثير من الرجال لكنهم لا يحفظن ذلك. لما اعتادوا الرجال ذلك حسبوا أن هذا فرض على والد العروسة أو العروس بأنه يأتي له بالأساس أو يتقاسموا مسألة الأساس. ليس واجبا، الواجب أن يأتي الرجل بكل شيء، لكن إن كانت المساعدة فليحفظ لهم إحسانهم في ذلك. قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، حتى لا يكون قد تعدت حدودها مع زوجها أنها تدخل، حتى ولو كان الحم، حتى ولو كان أقارب الزوجة، إذا قال ما أحب فلان يدخل البيت يبقى لا يدخل البيت، ولا يدخل إلا إذا استأذن. شوف أبو القعيس أراد أن يستأذن مع أنه عمها في الرضاع، ما ارتضت حتى كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عمك فليدخل عليك. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في الكسوة والطعام. شوف انظره الآن عندما تكلم قال الكسوة والطعام، فالعلاج ليس واجبا عليه، الحج والعمرة ليس واجبا عليه، إن فعل ذلك فهذا من إحسانه، إن فعل ذلك فهذا من إحسانه. الذي عليه أن تطعم من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. لذلك قال أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فوائد المستنبطة، لكل من الزوجين حق فليؤدي كل ذي حق إلى أخيه حقه. إناطة حسن الخلق بحسن التعامل فيه دلالة واضحة على فضيلة التعامل مع المرأة. علامة حسن الخلق بحسن التعامل مع الزوجة، سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا أتت به، حتى
حسن التعامل وحسن العشرة مع الأزواج. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.